اليدوي يصادق على رسوب قوى الإطار والتطابق يضع معتصمي المعلق في مأزق. بالامتحانات عادة أكو دورين ومرات ثلاث أدوار، وإذا خلصت ممكن يعتبرون السنة عدم رسوب. هاي صايرة بالعراق، ويبدو أكو ناس يريدون اللي صارت بالامتحانات تصير بالانتخابات. الخبر بسيط لكنه مهم ويحمل قراءات هواي. المفوضية فتحت باب الطعون مرة أخرى لثلاثة أيام، والمبرر أن الطعون السابقة كانت بدون أدلة، لذلك أنطت للمعترضين فرصة لتقديم أدلتهم. وقبل لا نحلل الإجراء، ضروري نراجع إجراءات المفوضية وشلون تم تقييمها. بالنسبة لعمل المفوضية، كان واضح مستوى الدعم والتقدير اللي حازته من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن محلياً المفوضية تعرضت لانتقادات كبيرة من القوى الخاسرة. بعض الانتقادات المفوضية نفسها مسؤولة عنها، مثل إعلان النتائج الأولية والتغيير الجزئي اللي صار وراها. المهم إنه نبرة الاعتراض تصاعدت، وطالبوا بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، وكان مستحيل تحقيق المطلب لأنه الإجراء مكلف، يراد له وقت وجهد، وراح يأثر على سمعة المفوضية وعلى مصداقية العملية الانتخابية ككل. بالنتيجة المفوضية أصرت على الاكتفاء بعد وفرز المحطات المطعون بيها فقط، وهذا اللي صار. هنا القوى المعترضة نزلت للشارع وصعدت من خطابها، وطالبت مو بس بإعادة الفرز والعد الشامل، بل بتغيير المفوضية نفسها وتكليف قضاة آخرين. وهذا اللي قال الشيخ قيس الخزعلي بتغريدته الأخيرة: غير المؤتمن على العد الإلكتروني لا يمكن ائتمانه على العد اليدوي. عدا كل هذا، هناك حديث في كواليس القوى الخاسرة عن إمكانية الطعن بقانون الانتخابات وبالمحكمة الاتحادية، وبالتالي تلغى الانتخابات. وهذا مجرد تهويش، لأن القانون أقر والانتخابات صارت. أما بالنسبة لنتائج إعادة العد والفرز اليدوي اللي أنجزت، وما باقي منها غير تقريباً 600 صندوق بصلاح الدين، فيبدو هناك مطعن يخص نتيجة المطابقة اللي أعلنت واللي هي 100%. المعترضين يقولون إنه سالفة 100% ما تدخل العقل ومدعاة للريبة. ليش ماكو أي فرق ولو بنسبة ضئيلة؟ ماكو أخطاء غير مقصودة مثلاً؟ ولا محطة صار بها غلط؟ هذا حكي المعترضين، وهو معقول إلى حد ما، ولربما بسبب المفوضية انطت دور ثاني لتقديم الأدلة. ناصار لازم نرجع للي بدينا به، والسؤال هو فتح باب تقديم الأدلة المؤيدة للطعون شلون ممكن ينقري؟ الجواب: هذا الإجراء ينقري من جهتين. من جهة يبدو إجراء ممتاز ويعكس مستوى عالي من الشفافية بعمل المفوضية، بس من جهة ثانية الإجراء محتمل ينقر قراءة خاطئة ويبعث رسالة للخاسرين من أنه ضغطهم جاب نتيجة وجبر المفوضية على تغيير إجراءاتها، وبالنتيجة الضغط السياسي ربما راح يزداد على أمل انتزاع أكبر تنازلات ممكنة. هسه شنو المتوقع؟ ماكو شيء مهم ممكن يصير إلا إذا القوى الخاسرة قررت فرض خيار آخر على القوى السياسية والحكومة، وربك يستر لا يطالبون باعتبار السنة
عدم رسوب. كل شيء يصير بهالعراق العجيب. الله يساعدك أدوار.